السلام عليكم، معكم الدكتور أسامة حامد. أنهينا مجموعة كبيرة من عمليات جراحة السمنة وجراحة الجهاز الهضمي في مسقط بالتعاون مع العيادات الأمريكية، ونحن نقوم بإجراء عيادتنا في مستشفى برجيل. حنحكي لكم اليوم عن خبرة مريضتنا حنان. مؤشر كتلة الجسم عندها 41، عمرها 41 سنة، وعندها سكر النوع الثاني، صار فترة طويلة بتعاني منه. لجأت لنا عشان نساعدها في هذا الموضوع، طبعا ضمن تقييم مفصل للحالة وفحوصات شاملة للدراسة معمقة للحالة، اخترنا احنا وياها مع بعض نعمل عملية التكريم. حنان اليوم حتحكي لكم عن تجربتها بعد اليوم الاول من العملية. حنان كيفك؟ يعطيك الف عافية. هاتي خبرينا ايش، كيف رأيك بعد يوم واحد؟ انت امبارح سويت العملية مش هيك؟ كيف التجربة؟ الحمد لله اليوم احسن اليوم الحمد لله. قمتي مشيتي؟ ايوه. من متى مشيتي؟ من البارحة، وانا كل ساعتين اقوم امشي شوي، يعني حتى بعد صحيتي من البنج وقمتي تمشي؟ ايوه الحمد لله. وبعدين في الليل صرت اقوم بروحي ما شاء الله، امشي شوي كل ساعتين ارجع. ما شاء الله ما شاء الله. واليوم بلشنا نشرب؟ بديت اشرب ماي. قلتي تمام بدك حتروحي؟ اليوم ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. يعني عملية تاخذ اقل من ساعة بنسبة امان بفضل الله اولا واخيرا عالية جدا، والمريض عادة بيجلس يوم واحد المستشفى وثاني يوم بيروح. طبعا هناك فريق متكامل من اخصائيات تغذية، من منسقات، من اطباء باطني واطباء جراحة، كلهم هدف منهم العناية بالمريضة لو توصيلها لبر الامان. وان شاء الله حنان حتحكي لكم اكثر عن تجربتها بعد ما ان شاء الله تتخلص من السكري باذن الله عز وجل، وتتخلص من الوزن الزائد اللي عندها.